عمليات إطلاق نار تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية. اليوم الخليل قدمت شهيدين في بلدتي شيوخ وسعير. نتابع في هذه الأثناء الآلاف من الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد رامز حلايقة الذي يبلغ من العمر 22 عاما. رامز استشهد في بلدة سعير لحظة اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للبلدة شرق الخليل، وهذا أدى أيضا إلى استشهاد جهاد شلالدة الذي يبلغ من العمر 39 عاما ولكنه يشيع في هذه الأثناء في بلدة سعير كذلك. ونحن الآن نتواجد في بلدة الشيوخ، نشاهد هذه الصور للشهيد حلايقة وهو يحمل على الأكف والأكتاف باتجاه مقبرة الشهداء، حيث هذه الأعداد الكبيرة التي تشارك في عملية تشييع جثمان الشهيد حلايقة باتجاه مقبرة الشهداء. عدد الشهداء الفلسطينيين وصل إلى 580 شهيدا بعد 7 أكتوبر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين، وهذه أعداد كبيرة في ظل اقتحامات متكررة للمدن الفلسطينية من الخليل جنوبا وصولا إلى جنين شمالا، وما تشهده شمال الضفة الغربية تحديدا مدينة طول كرم في هذه الأثناء. وبالتالي هناك تصعيد كبير من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية بشكل كبير كما هو واضح. رائد الشريف الغد من بلدة الشيوخ شرق الخليل فلسطين.